وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، بعد التحية، ضعنا في الأجواء لديك وتفاصيل برنامج الاحتفال اليوم، أبرز النشاطات والفعاليات. نعم، ارحب بكم مجددا من داخل مدينه العالمين الجديده. بالفعل الفعاليات يعني سواء كانت الثقافيه او الفنيه او الرياضيه هي جميعها مستمره طبعا على مدار الاسبوع، بخلاف طبعا ايام العطلات والتي تقام فيها الحفلات الفنيه الكبيره. يمكن الحدث الابرز لدينا داخل مدينه العالمين اليوم هو الاعلان عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما المصريه، الذي يأتي بمرور 60 عاما على انطلاق أول عمل درامي موجود في مصر. هذا المؤتمر كان له صدى إعلامي كبير، حضر فيه رئيس المهرجان طبعا دكتور يحيى الفخراني ورئيس نقابة المهن التمثيلية والعديد من الفنانين الذين حضروا للإعلان عن هذه التفاصيل. الحضور أكد على أهمية مهرجان العالمين وأهمية مهرجان الدراما المصرية أن يكون النسخة الثانية تنطلق من مدينة العالمين الجديدة لتكون رسالة كبيرة من داخل مدينة العالمين للعالم بقيمة الدراما المصرية وأهمية الدراما المصرية التي غزت العالم العربي وأصبحت لها قيمة وأثرت بشكل كبير على الحياة الدرامية والفنية ليس فقط في مصر ولكن في جميع دول العالم وأيضا الشرق الأوسط. تحدث الجميع عن العديد من المفاجآت التي سوف تقام في مهرجان الدراما المصرية والتي سوف تقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، هو العديد من الجوائز وتكريم أفضل الفنانين وأفضل عمل درامي كان له تأثير كبير وصدى كبير على الحياة المصرية. هذا فيما يخص طبعا مهرجان الدراما المصرية، ولكن بشكل عام الفعاليات في العالمين الجديدة هي فعاليات مستمرة على جميع الأصعدة. يمكن هذا الأسبوع نتحدث عن العديد من الفعاليات الخاصة الفعاليات الرياضية، نتحدث عن مسابقة الجودو، نتحدث عن الفوليبول، ويمكن الخميس والجمعة القادمين هناك العديد من الحفلات. الحفلة الأولى ستكون للمطرب حكيم ويوم الجمعة ستكون للمطربة أنغام. يمكن المشهد لدينا في مدينة العالمين الجديدة هو مشهد في غاية الجمال وفي صحيح. غاية الروعة، الجميع يحتفل صحيح. بمدينة العالمين الجديدة. هناك العديد من السائحين الموجودين في مدينة العالمين سواء كانوا مصريين أو جنسيات صحيح. مختلفة عربية يعني. وأجنبية، الجميع يشيد صحيح. بالتنظيم مشهد يدعو المرافق والعديد مشهد مبهج. الخلفية حتى من خلفك محمد خلفية مبهجة. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. محمد الخطيب، كنت معنا من العالمين الجديدة.